السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتاريخ 11/7/2021 الساعة 10:14 صباحا، بغداد، شارع نادي الصيد المنصور، وياي علاوي. علاوي، شنو رأيك اليوم بهاي الرحلة، بهاي السفرة الحلوة؟ والله كلش حلوة. كنا داخلين بنادي الصيد وصورنا جلسة تايكواندو، وصورنا تايكواندو ونقلنا الواقع مالتنا، يعني المستوى اللي احنا واصلين الحمد لله وشكر. صورنا ونقلنا التايكوندو، ومشكور استاذ مكي، دكتور مكي ودكتور مصطفى على هذا الترحيب. وصورنا احنا التايكوندو وياكم والفريق الرائع والمستويات الرائعه، وثلاث اسابيع يعني هذا الفريق اللي كان يدربه دكتور مصطفى ودكتور مكي، ثلاث اسابيع مستويات جدا عاليه، ونقلنا الفيديوهات والمستوى جدا رائع، وجزيل الشكر على هذا الترحيب الحار وطرق الترحيب العالية. وأنا أشكركم، وهذا البرج ورايا، وتحياتي للجميع، ودعناكم. باي باي، بوساتي.